وصل يوم أمس إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام. مسلم الفريج، هذه التغطية يقول بأن هاتين بهبري قد يتواجد الموسم القادم. قضية المرمى، هذه تسديدة، تسديدة قوية لكن عالية نوعا ما فوق المرمى. أبو بكر سيلا اللي سددها في اللقطة الماضية، صاحب القميص رقم 25 في تشكيلة التقريب. هنا خطيرة لصالح الوحدة، يدخل اللاعب الخطير والمتميز وتسديدة، تسديدة من خليج مسلم الفريج بتميز ممتاز. ترجع مرة ثانية وليد محبوب، وليد محبوب يلعبها في العمق، كرة خطيرة، ممكن كرة خطيرة، الهدف الأول، جول 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 جول. ولا واحد كان متوقع، ولا واحد كان متوقع بهذه الطريقة يسجل الهدف، هدف بالمركز الثامن أعتقد لم تخني الذاكرة. شوف هدف رائع يسجله فريق الواحدة في هذه اللحظات، أول هدف هذه المباراة عن طريق اللاعب محمد العتيبي صاحب القميص رقم 20 في تشكيلة الفريق القادم من مكة. يبدو بأن فريق الخليج كرة في المحاولة، يسدد كرة، تسديدة، تسديدة قوية وتصل سهلة، تسديدة قوية من حسين الشيخ لكن تصل سهلة للحارس سامي فضة في اللقطة الماضية. كرة خطيرة، عبد الله السالم، عبد الله السالم يحضر، هذا عبد الله السالم، كرة خطيرة يدخل عبد الله السالم، عبد الله السالم كان قريب وتضيع الكرة وفي السرعة ضربها لكن تضيع، ضربها تضيع لصالح فريق الخليج. الواحدة هذه المباراة التي صراحة لحد الآن جيدة بالنظر لعدم أهميتها، كلا الفريقين ضمنوا البقاء. هنا هجمة خطيرة، يدخل كرة خطيرة عن طريق اللاعب موسى، موسى مدخل يسجل الهدف الثاني، جول 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 جول، موسى مدخلي يسجل ثاني اهداف فريق الوحدة في هذه اللحظات. هذا بعين عشاق هذا الفريق، شوف تهاون كبير، شوف 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 الزواهرة، يا الزواهرة، الاردني الوحيد في الدوري السعودي يرتكب خطأ كبيرا في هذه اللحظة. شوف دخل دخل زاد في السرعة موسى مدخلي ويسجل، يغالط مسلم الفريج اللي ما شاف ولا حاجة في اللقطة الماضية. شوف اضربها اضربها وسجلها، اضربها وسجلها وسجل ثاني اهداف فريق الوحده في هذه المباراه. 2-0 2-0 لحد الان كنت وصلت للمحاصر، محاصر غاب من الارجل، غاب من الارجل، ما زالت الكره خطيره، ما زالت خطيره، يبدو من الهدف لكن ممكن ان تسكن الشباك. شوف التن بهبري دخل اضربها، لعبها عرضيه، اضربها الحارس المتميز سامي فضه لحد الان اللي محافظ على نظافه شباكه. عبد الله السالم، عبد الله القادري غير راضي، شوف تمريره كانت متميزه، كانت رائعه، بعد ما مر ما سددش، بعد ان ينهي المباراه بالهاتريك بثلاثيه نظيفه. طلال مجرشي، طلال يا طلال، طلال يا طلال يا مجرشي، كره خطيره، كوفي كوفي في العارضه، وجول جول 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 جول. بري اقتنس فرصة جميلة، اضربها كوفي صاحب القميص رقم 3 وتابعها التن بهبري، كان في المكان المناسب، ادخل بطريقة ممتازة. شوف اضربها كوفي بطريقة زوينة بزاف، اضربها بطريقة زوينة. مجرشي، مجرشي بالقميص رقم 50، كرة خطيرة، الهدف 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 الهدف، الجول الجول الجول. ما الذي يضيع من العودة، ضربت في حسام الجدعاني، شوف ضربت في حسام الجدعاني، شوف كان متسن. يا سلمان، سلمان يا هزازي، هزازي يا سلمان يحضر الهتان، هتان ممكن يضرب، هتان يمر يراوغ ويسدد، في العارضة، في هتان بهبري، شوف راوغ وليد محبوب بطريقة جميلة وضربها بالقدم اليسرى وكاد يسجل الهدف. الشوط الثاني اللي سجل من خلاله موسى مدخلي الهدف، اداء ممتاز، اداء جيد، اداء ممتاز، يتركها له، يتركها له عبد الخالق برناوي، تمر بالان. فريق الوحده اللي عجبني فيه واللي عجبني في تكتيك خير الدين مضوي انه مواصل، يريد ان يواصل، يريد ان يواصل ولا يريد ان يتراجع للدفاع. البحث عن فارسي ومدخلي، هنا فارسي رقم 36، فارسي فارسي، جول، يا فارسي، الهدف الثالث لصالح الوحدة، الهدف الثالث للفرقة المكية القادمة من مكة المكرمة
تمريره متميزه، شوف لعبها، لعبها بطريقه ممتازه كما نقولوا بلاك ستيريور، ضربها بلاك ستيريور بطريقه مقوسه. مهند فارسي تظهر في الصوره الان، ضربه يغالط بها مسلم الفريج الوحده، يحقق انتصارا ثمينا هنا في الخبر لصالح فريق الوحده. يحضرها لمهند فارسي، سحب الهدف في اللحظات الاخيره وليد محبوب، وليد محبوب والهدف، الجول، جول، حقق انتصارا ثمينا. شوف وليد محبوب حضرها له بطريقه ممتازه. مسلم الفريج، ماذا فعلت يا مسلم يا الفريج؟ قلت في تصريحات صحفيه قام بها هشام مرسي، قال في تصريح تلفزيوني قال